نبدأ نشرتنا الرياضية مع فريق غزل المحلة اللي حقق فوز مهم على أسوان بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز. سجل هدف فوز المحلة أحمد الشيخ في الدقيقة 90 من عمر اللقاء. وفي المواجهة الثانية حقق فريق المصري الفوز على أنبي بنتيجة 2-0، سجلهم مروان حمدي وعبد الرحيم دغموم في المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب برج العرب، وده ضمن منافسات الجولة رقم 3 من عمر مسابقة الدوري الممتاز للموسم ده. الاتحاد الافريقي لرفع الاثقال اعلن بشكل رسمي منح مصر حق تنظيم بطوله افريقيا 2024 واللي هتكون مؤهله لاولمبياد باريس، وجه الاعلان خلال حفل افتتاح النسخه الحاليه من البطوله اللي بتنظمها مصر بمشاركه 19 دوله افريقيه. فاطمة عمر لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي تم تتويجها بثمان ميداليات ذهبية في وزن 67 كيلو جرام، وده خلال مشاركتها ببطولة إفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي اللي بتستضيفها مصر على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر. دلوقتي تعالوا نروح نتابع أبرز وأهم نتائج المباريات اللي اتلعبت امبارح في الدوريات الأوروبية. وفريق مانشستر سيتي فاز على ليستر سيتي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة البريمير ليج، وبالنتيجة دي بيرتفع المان سيتي رصيده للنقطة 29 في المركز الأول مؤقتا، وتجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 11 في المركز الـ 17. من ناحية تانية خسر فريق ليفربول من فريق ليدز يونايتد بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب أنفيلد، وده ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي. وبكده توقف رصيد ليفربول عند النقطة 16 في المركز التاسع وبجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وليدز طبعا يونايتد وصل للنقطة 12 في المركز الـ 15. فريق تشيلسي الإنجليزي خسر من برايتون بنتيجة 1-4 في المباراة اللي اتلعبت ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبكده بيحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، وبرايتون في المركز الثامن برصيد 18 نقطة. نروح للدوري الإسباني، وحقق فريق برشلونة فوز في الوقت الضايع من فريق فاليسيا بنتيجة 1-0 ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم. سجل الهدف روبرت ليفاندوفسكي لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء. وفي الدوري الألماني فاز بايرن ميونخ على فريق ماينز بنتيجة 6-2، وده في اللقاء اللي جمعهم ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الألماني، وبكده اتصدر بايرن ميونخ مؤقتا جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، وتوقف رصيد ماينز عند النقطة 18 من المركز الخامس. حقق كمان فريق بروسيا دورتموند فوز صعب على أينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1، وده خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الألماني، وبكده فريق دورتموند في المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 22 نقطة، وبيحتل فرانكفورت المركز الخامس برصيد 20 نقطة. من ناحية تانية فاز فريق فولفسبورغ المحترف في صفوفه النجم المصري عمر مرموش على بوخوم بنتيجة 4-0، وده في المباراة اللي لعبوها ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني. بكده ارتفع رصيد فولفسبورغ ل 14 نقطة وبيحتل المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري، ووقف رصيد بوخوم عند النقطة 7 في المركز الـ 17. مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، وعودة لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.